هذه الملاحظة الأولى، أننا لا نجد ولم يدع أحد لا من السنة ولا من الشيعة أنه وجد في تاريخ نبي من الأنبياء أو وجد في تاريخ وصي من الأوصياء أنه جاء إلى مقام النبوة أو إلى مقام الولاية عبر نظام الشورى. النبي كان استثناء صلى الله عليه وآله في تاريخ الأنبياء، كان بدعا من الرسل، الشيء اللي ما كان إلى أي نظير في تاريخ أي نبي من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وآله جاء به